القطاع الزراعي من الركائز الأساسية اللي ليها علاقة بالاقتصاد القومي. الزراعة الحقيقة ليها أكثر من ناحية، بغض النظر عن توفير الغذاء والكساء وغيره وأمننا القومي الغذائي، إلى أن إحنا عندنا تقريبا الإنتاج المحلي بتاعنا بيوصل ل 18% من الناحية الزراعية، الصادرات كمان 22%، 36% من القوى العاملة بيلتحقوا بالقطاع الزراعي. طيب كل النسب المئوية دي تستحق مننا التركيز في زيادتها، بالإضافة كمان إلى أن احنا نحاول نهتم بالاستثمار الزراعي. إيه هي الخطوات اللي لازم نخطوها تجاه هذا الموضوع عشان نحقق أفضل ناتج؟ كمان عندنا مشكلة في زيادة السكان، فبالتالي احنا لازم نواكب هذا الموضوع. تفاصيل تانية كتير هنقدر نتكلم فيها ونتناولها مع حضراتكم في هذه الفقرة، وأعتقد أن احنا كمان عندنا روشتات مهمة جدا عشان نقدر ننهض بالاستثمار الزراعي أو ننهض بالقطاع الزراعي في الفقرة دي. اسمحوا لي أني أرحب بضيفي دكتور طه رمضان، وهو خبير دراسات جدوى. دكتور طه، أهلا بحضرتك ونورتني. أهلا بحضرتك وأهلا بأسرة القناة وكل العاملين بالقناة، وأهلا بالشعب المصري، وتحياتي للعالم العربي كله، وتحياتي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المشروعات اللي بتفتتح اليوم. حاجة رائعة جدا وخبر مفرح جدا اللي شفناه على الشاشة من شوية، وتحياتي لكل المجتهدين في الدولة. ده حقيقي، واحنا فعلا بنشيد بالإنجازات اللي بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القائمين على الدولة، ان احنا بنهتم، وحتى الشباب كمان. احنا التقينا قبل كده يا دكتور وعملنا دراسات جدوى لمشاريع كتير وقلنا قد ايه ان احنا هنشجع الشباب. خليني بقى اروح مع حضرتك لاستثمار القطاع الزراعي في افضل صوره. خليني بس يعني اخش مع حضرتك في مفهوم التكامل الاقتصادي عشان نبتدي بقى ندخل منه لكيفيه تنميه الاستثمار في القطاع الزراعي. تمام. هو التكامل الاقتصادي عشان نبسطه والمشاهد يفهم اكتر، هو عباره عن تبادل وتعويض النقص اللي عندي. يعني اي دوله بيها نقص، انا بتكلم اقتصاد عن تكامل مثلا عربي افريقي، وبتكلم افريقي بالاخص لان طبعا جنوب افريقيا، افريقيا تشتهر، يعتبر فيها ما يقرب من 15 دوله اعتمادها او الاقتصاد الرئيسي عندها الزراعه. فاحنا بنتكلم عن تكامل، التكامل ده معناه تبادل، تعويض القصور في دوله من دوله اخرى، بنتجه حسب الموارد اللي بتساعد على الزراعه. يعني انا عندي في مصر زراعه، على سبيل المثال زراعه الارز، هتكلفني مياه شويه وانا محتاج المياه بشكل اكبر شويه، او جانب المياه عندي توسعات في الدولة فاستهلاك المياه عالي شوية، فممكن زراعة الرز تكلفني أكتر عن إن أنا ممكن أوجه المستثمرين من عندي للجنوب الأفريقي، وفرة مياه ومياه زائدة ممكن تستخدم في زراعة، وتصبح مصر أو الدول اللي نفس مستوى مصر سوق لإنتاج الزراعة أو لإنتاج الإيه؟ الأرز. يبقى أنا تكملت هنا جزء عندي كان هيكلفني أكتر في زراعته أو في استثماره، وجهته لقطاع تاني التكلفة الاستثمار فيه أقل. والعكس، لو أنا عندي منتج، لو في دولة تانية فيها منتج مش بوفرة أو بيكلفها كتير شوية، أنا أزرعه عندي وأصدره للدولة التانية وهكذا. يعني الدولة بتتبادل مع الدول الأخرى المنتجات أو نوع الزراعة اللي بيكلفها أكتر نظرا للموارد أو للعمالة أو التكنولوجيا، وبتبدأ تزرع المنتج ده في دول تانية. وممكن مش لازم كمان مشكلة مياه، مش لازم مشكلة عمالة أو مشكلة فنية، ممكن يكون نوع التربة نفسه، زي مثلا زراعة المانجا بتنفع عندنا داخل مصر في محافظات ومحافظات لا، زراعة الخضروات، ممكن القمح ممكن أزرعه في منطقة الفدان ينتج مثلا على سبيل المثال 10 أرداب، ممكن منطقة تانية ينتج 15 أرداب. هي الفكرة كلها في تكلفة الاستثمار أفضل فين، ونبدأ نعمل عملية تعويض متبادل بين الطرفين. يعني باختصار أنا بكمل الدولة التانية فيما ينقص عندها، والدولة التانية بتكملني في النقص اللي عندي وهكذا. هو ده المقصود، أو المقصود بالتكامل بشكل بسيط جدا عشان يتفهم لدى السادة المشاهدين. إزاي نوصل لتحقيق التكامل الاقتصادي وان احنا فعلا نرتقي بالناحية الزراعية، في ان احنا نستثمر كل ما لدينا من موارد، وخصوصا المورد البشري والموارد المناخية. يعني الحمد لله احنا عندنا مناخنا الى حد ما بغض النظر عن التغيرات المناخية الاخيرة، ولكن احنا مناخنا من افضل دول العالم. ازاي ممكن نحقق تكامل اقتصادي في هذا القطاع في ظل الموارد الموجودة عندنا؟
الحمد لله الفضل لله مصر بتحتل موقع استراتيجي بالنسبه للقاره الافريقيه وبالنسبه للعالم العربي. فالموقع ده يعتبر هي رائده انها تقوم بقياده عمليه التكامل نفسها، وخاصه ده بيتوازى مع سياسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمليه الاهتمام بافريقيا عامه يعني. الجانب الثاني او الجانب اللي احنا بنتكلم فيه عايزين ازاي نحقق ده وازاي المهم المقومات اللي هتساعدني ان انا احقق الجانب ده، ايه المقومات؟ اول حاجه لازم نهتم بيها العنصر البشري. هل الافراد الموجودين صلاحين لاستقبال التكنولوجيا في مجال الزراعه ولا لا؟ هل لديهم ثقافه كافيه او قدر كافي ان هو ينتج بشكل استثماري؟ ما انا ممكن ازرع 10 افدنه حاجه بس ما عنديش فكر سليم، حد تاني زرع نفس المساحه انتج 20 اردب او 20 منتج او 20 وحده وزن من المنتج وانا انتجت 10. فهنا الجانب اللي اختفى ايه؟ جانب الخبره، جانب التخطيط، جانب التكنولوجيا. فالاول انا محتاج الموارد البشريه تكون مدربه مثقفه على التخطيط اللي هيتم طبقا ليحقق لي او يصلني للتكامل كويس. تبادل طبعا كل دوله هتقوم بعمليه تدريب او عمليه تثقيف سواء باستخدام الاعلام او باستخدام السوشيال ميديا او التواصل المباشر عن طريق الندوات والمؤتمرات، تقوم بتثقيف القطاع الزراعي او العاملين بالقطاع الزراعي. فبعد التثقيف ده هو بيبدا يستقبل عمليه التطوير، يبدا يفهم يعني ايه تكامل. لما اقول له القريه بتاعتك او المحافظه بتاعتك او الدوله بتاعتك احنا مش هنزرع قمح السنه دي، هنزرع سمسم عشان اعمل عمليه تسويق صح. ما انا ممكن انا ازرع سمسم والسودان تزرع سمسم واثيوبيا او الجنوب يزرع سمسم، طب السوق هنعمل فيه ايه؟ يبقى لازم الاول القوة او الكوادر البشرية او المؤسسات المختصة بالزراعة تفهم ان احنا هنزرع مثلا انواع معينة عشان في تخطيط لتسويقها. يعني لما دولة تزرع رز، دولة تزرع قمح، دولة تزرع او تتوسع، هو احنا هنزرع كل حاجة في اكتفاء ذاتي وفي زراعة بغرض التكامل نفسه. اما كل دولة تزرع حاجة ممكن اللي زرعت قمح تسوق منتجها او تساعدها في التسويق الدولة اللي زرعها سمسم، تساعدها في التسويق الدولة اللي زرعها فول سوداني وهكذا. المهم القطاع الزراعي يفهم عملية التخطيط الزراعي بهدف التكامل، وان التخطيط الزراعي الهدف منه برضو يتحط من ضمن الحسبان عملية التسويق نفسها. ما اجيش الاقي كل القطاعات زرعت انواع معينة وبعد كده يقابلني مشكلة في الايه؟ في التسويق. فمهم الاول ان انا عشان ابدا اخطط لتكامل اقتصادي انشر الوعي للتكامل الاقتصادي نفسه. ما فيش حاجة بتنتشر وبيحصل بها اقناع بدون دعايه. يبقى لازم اعمل عمليه تثقيف الاول وعمليه دعايه لكل القطاعات الزراعيه، والقطاعات طبعا تساعدنا في كده سواء قطاعات حكوميه او قطاعات خاصه. المواطن نفسه او العامل الزراعي يؤهل انه ازاي يستخدم التكنولوجيا صح، يؤهل ازاي يستخدم المياه بطريقه بوفره اقتصاديه، يؤهل ازاي يستخدم او ازاي يعرف نوعيه المنتجات المثمره، يؤهل ازاي يعرف ان المنتج ده بديل المنتج ده. يعني زرع الارض دي مثلا قمح، ينفع ازرع وراها ايه تاني؟ ده طبعا كله يختص بالايه؟ بالجانب الفني للزراعه. في زراعه تزرع يعني انا زرعت الارض دي قمح، اجي ازرع بعديها مثلا خضار، او ازرع بعديها سمسم، او ازرع بعديها اي منتجات خضروات، هل هتنتج؟ يعني هل القمح افقد الارض نوع من انواع الغذاء الزراعي للزرع اللي جاي ولا لا؟ ده طبعا كل اللي بقول فيه ده هيختص بالادارات الفنيه الخاصه بقطاع الزراعه، هي اللي تفيد المستثمر وتفيد المواطن وتدرب المزارع على ازاي يستقبل عمليه التطوير وعمليه التكنولوجيا وعمليه التكامل، وتوعيه بفكره التكامل نفسها، وتوعيه هو ليه بيزرع كده وليه بيزرعش كذا، وليه بيتجه الاتجاه ده، وليه بيسقي الحاجه دي قبل ميعادها او بعد ميعادها وهكذا. يعني المهم الاول يبقى عندي عشان انفذ اي مبادره او انفذ اي حاجه لازم الاصل البشري يكون صالح انه ينفذ المخطط ده. لان انا لو عملت كل المخططات وعندي كل العاملين بالزراعه مثلا او بعض العاملين بالزراعه ما عندوش الثقافه الكافيه، ده بتكلم في كل الدول، ما يبقاش دوله ودوله لا. حتى الدوله اللي فيها قصور فني في العماله الزراعيه الدوله الثانيه اللي عندها وفره في العماله تساعدها، حتى لو في مشروعات محتاجه عماله اكتر يحصل تبادل للعماله بين الدول في الجانب الزراعي. ده اول جانب لتاهيل التكنولوجيا ده. ده هيخليني برضو اروح معاك يا دكتور لفكره دور خبراء الزراعه في تنميه هذا القطاع، وان احنا فعلا نقدر نستثمر القطاع الزراعي بشكل افضل. دور الخبراء بيرتكز طبعا نقل التكنولوجيا والخبره في كافه انحاء الدول اللي هتدخل في اتفاقيه او تدخل او تتكامل اقتصاديا مع الدوله الثانيه. والتكامل مش لازم يحدث بشكل متكامل على كل الدول مره واحده، ده ممكن اتكامل مع دوله الفتره دي والفتره بعدها تدخل دوله ثالثه تدخل دوله رابعه وهكذا. دور الخبراء هيتكامل مع قطاعات الزراعه في تثقيف العامل الزراعي،
ونقل التكنولوجيا وكيفية استخدام التكنولوجيا، وكذلك اللي هو بقى موضوع دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، حتى لما نيجي نزرع حاجة نفكر هي هتتسوق فين، أسعارها إيه في الدول التانية. وطبعا أنا مش بتكلم بس على زراعة الخضر والفاكهة، أنا بتكلم كمان ممكن ندخل الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي السمكي والإنتاج الداجني. النهاردة إحنا لو جينا نركز العالم العربي بيستورد هنحسبها بالمليار مواد غذائية، فلازم أخطط لعملية أمن اقتصادي وأمن غذائي. فأما توسع في الثروة السمكية، لو الثروة السمكية مثلا في ليبيا هتكلفني كتير، طب ما اتجه للسودان، اتجه لمصر، اتجه لدولة تانية. أنا أقصد أقول نوع الاستثمار يتم إنجازه في الدولة اللي بيها مورد يساعد على الاستثمار ده في مجال الزراعة، سواء إنتاج داجني أو حيواني أو سمكي أو زراعي. يعني اللي أنتقل للدولة أخد خبراتي وكل حاجة للمورد ده، دولة تانية فيها خبرات أعلى شوية، دولة تقدمت أخد أعتبرها يعني زي أعمال سابقة أو دراسات سابقة أخدها، اللي هو استنباط الخبرة من السابقين. يعني أنقل الخبرة اتطورت في دولة هنا أنقلها في دولة تانية وهكذا. ده دور الخبراء ودور المستثمرين الزراعيين. صغار المزارعين برضو احنا بنتكلم على الاستثمار الزراعي، فهل صغار المزارعين ليهم دور في هذا الاستثمار؟ ليهم دور ولازم يتم توعيتهم لسبب واحد بس. أنا عندي النهاردة الفلاحين أو الزراع الموجودين في المحافظات زرعوا بصل، وأنا عندي اتفاقية مع دولة تانية أن أنا هاخد منهم هيصدروا لي البصل. يبقى هو هنا تعارض مع إيه؟ مع فكرة التكامل أو التوافق مع الدول التانية. طب في حالة التعارض، هل المنظومة أو الاتفاقية بتاع عملية تبادل السلع، ما أنا هاخد منه بصل مقابل هديه مثلا قمح، يعني أنا متفق معاه أن أنا هاخد منه حصة تسويقية بمعدل كذا في المية من إنتاجه، أو بمعدل كذا أدب كذا وزن كذا طن وهكذا، مين اللي هيتضر لما يحصل أنه ما عندوش ثقافة بالموضوع ده؟ اللي هيتضر المزارع البسيط. هو زرع البصل عشان يبيع الكيلو بخمسة جنيه، بعد ما زرعه اتفاجأ أن الكيلو باتنين جنيه، يبقى هو هنا تعرض لخسائر ولا لا؟ يبقى هو مهم المزارع الصغير يفهم سياسات الدولة وسياسات فكرة التكامل نفسها، لأنه عشان يحمي نفسه. يعني أنا هستورد بصل، يبقى هو يزرع توم، يزرع فلفل، يزرع طماطم، يزرع بطيخ، يعني يبعد عن الحاجة اللي فيها إيه، إن السوق هيبقى مش محتاج للعامل أو المزارع البسيط. فهو لازم يكون عنده ثقافة عشان يحمي نفسه. وبعدين وحدة الهدف بتؤدي لنجاح. أنا لو حصرت في مصر المزارعين الصغيرين هلاقيهم إجماليهم عدد كبير جدا، إجمالي المساحة هتبقى كبيرة جدا، لأن احنا دولة الحمد لله احنا يعني تقريبا تخطينا 100 مليون. لو بصينا قطاع الزراعة هنلاقي صغار زراعة كتير جدا. لو قارناهم بدولة تانية هتلاقيهم، لو قلنا في عند دولة تانية فيها 10 مستثمرين زراعيين هنلاقي عندنا 10,000 مزارع صغير. فالمزارعين دول مهم ان انا احميهم. طب عشان احميهم لازم يبقى في توجيه وفي ارشاد ليهم، سواء عن طريق القنوات الاعلاميه او اي عن طريق الجمعيات الزراعيه، ان احنا الدوله هتستورد كذا وكذا وهتصدر كذا وكذا. يجي هو يعمل ايه؟ يزرع اللي هيتصدر، مش عشان اصدر من عنده. الشركات الزراعيه الضخمه والمستثمرين الزراعيين الكبار هيبداوا يصدروا منتجهم، فالسوق هيبقى متعطش، السوق المحلي للمزارع الصغير ده. فيبدا ان هو يتواكب او يتوحد لما يبقى في وحده مع سياسات الدوله، بحمي نفسي كمواطن او كمستثمر صغير، وفي نفس الوقت بتوافق مع اتجاه الدوله في دفع عمليه التنميه في المجال الزراعي. طب ايه المعوقات يا دكتور اللي بتعوق هذا الاستثمار في مجال الزراعه، وازاي نقدر نتغلب عليها؟ المعوقات طبعا يعني احنا اتكلمنا في الاول، قلنا حته وفره المورد الطبيعي. والمورد الطبيعي بقى سواء كان في صوره بيئه او طقس صالح للزراعه، سواء في صوره ارض، نوع الارض نفسه، في ارض بتبقى فيها ملوحه زياده، في اراضي بتبقى فيها رمليه زياده شويه، في ارض لزجه. المهم نوع الاراضي ده بيأثر على نوع الزراعه. انا ممكن ازرع منتج شجر مانجا في ارض رمليه تنتج اكتر، تطلع لي مثلا 200 كيلو فاكهه مانجا، ممكن ازرعها في ارض طينيه او ارض لزجه شويه ما تنتجش اكتر. فده بينتج بيحتاج مننا الجانب الفني اللي هو تحليل التربه والحاجات ده والحاجات اللي زي كده. يعني المهم في زارعين كتير ما عندهمش ثقافه بايه؟ بعمليه تحليل التربه نفسه. فده بيتطلب ان هو يكون عنده ثقافه الحاجات دي ونقل الخبره ليه. زي ما قلت في الاول ان احنا محتاجين الاول ندرب الايه؟ العامل الزراعي نفسه. فأول عقبة هي عدم ثقافة العامل الزراعي. تاني عقبة اللي هو استحداث التكنولوجيا وإزاي العامل يستخدمها، لازم يتم تدريبه عليها.
ثالث حاجه طبعا المياه، ودي احنا بنتحرك قلنا بالاستثمار اتجاه المكان اللي فيه وفره في الايه في المياه. طبعا في معوقات تسويقيه هتقابلنا، لازم يتم دراستها زي ما قلت الاول، لما نيجي نزرع مساحه كبيره منتج معين لازم اعمل له تقييم للمشروع نفسه، دراسه سوقيه، انا هزرع وبعد ما ازرع انا رايح فين، يعني ده برضو جانب. الجانب الثاني لما اخد اراضي هزرعها محتاج قرض. الجانب الثالث التعاملات الجمركيه، لما اجي اصدر لدوله ثانيه عشان اتماشى مع التكامل اللي اتفقت عليه الدول او المعاهدات او الاتفاقيات، الجانب الجمركي موقفه ايه؟ لازم اكون على علم بالحاجات دي كلها. من عندي جانب مالي، جانب جمركي، الجانب السياسي نفسه. محتاج انظر كل فتره للتشريعات الاستثماريه. هل التشريعات الاستثماريه هل هي تمثل ميزه للاستثمار الزراعي ولا او التصدير الزراعي ولا تمثل عقبه؟ انا هعرف مع حضرتك ازاي نخلي هذه التشريعات تمثل عنصر داعم ومشجع للاستثمار الزراعي في مصر، ولكن اسمح لي نروح لفاصل. مشاهدينا استنونا بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان اهلا بحضراتكم من جديد، وبجدد التحيه بدكتور طه، اهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا بحضرتك واهلا بكل اسره البرنامج. اهلا بك يا دكتور. دكتور، كنا متوقفين عند المعوقات اللي ممكن تاثر على الاستثمار الزراعي في مصر. نتكلم عن المعوقات برضو، احنا كنا اتكلمنا في المعوقات، قلنا معوقات ماليه ومعوقات التمويليه، ويعني هقول حاجه بسيطه، يمكن الدوله بفضل من الله طبعا ماشيه في تقدم مستمر في القطاع الزراعي، وحاجه جميله جدا في القطاع الصناعي وفي كل القطاعات، وبشيد وبحيي كل القياده، كل اعضاء القياده السياسيه. الارض المطروحه في سيناء او في العريش او في راس سدر انه عمل 10 افدنه مخصصه للشباب وبتسهيلات بسيطه جدا في السداد، ولكن هي مشكله بسيطه وصغيره بس هنطبقها على المستوى الكبير اللي هي اكبر. لو كانت مشكله الشاب في تمويل ب 50,000 او ب 100,000 هتلاقي المستثمر الكبير عايز بالمليون. فكتير من الشباب لما تناقشت في الموضوع مع بعض الشباب اللي اعرفهم يعني وعايزين يقدموا وياخدوا اراضي، مشكلتهم هنزرع هنصرف قد ايه لغايه ما نستلم. ففي بعض الناس كمان يعني ايه متردده انها تاخد القرار، فهنا اصبحت المشكله عندهم ايه؟ مشكله تمويليه، لانه محتاج يصرف فتره اسكان استصلاح الارض او اضافه طمي، او لو حتى كانت مستصلحه ومضاف ليها طبقه الطمي، هو محتاج اموال يزرع بيها. هو انا هزرع منتج النهارده هينتج بعد 6 شهور او بعد 3 شهور او ايا كانت المده، ولكن انا محتاج. المشروعات الصغيره بتبقى مشكله كتير جدا، هو يعتبر مشروع صغير. مشروع صغير مشكلته الاولى عند المستثمر لما ما يكونش عنده دخل لبيته بيحمل على الايه؟ على المشروع. المشكلة الثانية المشروع بيقعد فترة على ما ينتج، الفترة دي بيحتاج المشروع نفسه مصاريف. يبقى أنا عايز إنفاق لأسرتي وعايز إنفاق للمشروع نفسه. طيب المستثمر الصغير ده اللي أخد 10 أفدنة ودفع فيهم، لو كان غير قادر على الإنفاق على المشروع هيعمل إيه؟ يبقى هنا عنده اللي منعه من المشروع الجانب الإيه؟ الجانب المالي والتمويلي. فبقترح ان يبقى في بنك يتولى الامر عن الزراعيين او المستثمرين في القطاعات الصغيره، انه يمول بارشاد، يبقى عنده مشرف على المشروع والتمويل يتم بارشاد، ان انا هيزرع ايه النهارده وعايز كام وعايز حبوب وعايز ويتدخل معاها بنك التنميه الزراعيه. فبرضه نفس المشكله في القطاعات الزراعيه الكبيره او المستثمرين الكبار، هتلاقي برضه عندنا مشاكل ايه؟ بيقابلهم مشاكل تمويليه، فمحتاجين برضه نسهل العقبه دي باتاحه القروض للتشجيع على الاستثمار الايه؟ الزراعي. الجانب الثاني برضو المستثمرين الزراعيين محتاجين عوامل جذب اكتر، ومحتاجين يتعمل معاهم ندوات او مؤتمرات يبينوا او يصدروا توصياتهم ايه المشاكل اللي بتواجههم وايه الحلول اللي من هم مقترحينها او من وجهه نظرهم ايه الحلول. ودي بترتكز برضو عندنا الجانب الضريبي والجانب الجمركي، لازم نرجع للتشريعات بتاعت نشوف هو مناسب للمستثمرين ولا لا. دي يعتبر المعوقات، وطبعا احنا ضفنا في الاول كذا معوق، ومنها ثقافه بترتكز اكتر على ثقافه الايه؟ العامل في مجال الايه؟ الزراعه، انه يكون مثقف ويكون فاهم ويكون واعي هو هيزرع ايه وهيزرع ازاي وعنده فكره بقيمه الاستثمار نفسه يعني. ايه اللي بتأمله يا دكتور ان شاء الله للقطاع الزراعي عشان نقدر نستثمر فيه في المستقبل بشكل افضل؟ والله نأمل ان شاء الله باذن الله تعالى، احنا المفروض نتحرك ندرس اي دول، وده بيرتكز على كليات الزراعه وقطاعات الزراعه والجامعات الزراعيه وكل الهيئات او المؤسسات اللي تمثل قطاع الايه؟ الزراعه. ندرس التكنولوجيا، احدث تكنولوجيا
وصلت لها الدول الأخرى أو الدول الخارجية سواء كانت أوروبية أو آسيوية أو أفريقية، ونشوف نحاول نستحدث أو نستدعي خبراء ومستثمرين زراعيين أو خبراء في مجال الاستحداث الزراعي. إيه الجديد في مجال الزراعة؟ يعني إيه الجديد اللي أزرع؟ يعني إزاي أنتج في ظل وفرة المياه؟ إزاي أنتج في ظل عدم وفرة المياه؟ إزاي أنتج وأوفر مياه؟ يعني على ما بتكلم مثلا في مشكله المياه، مشاكل اخرى تانية، ازاي انتج المنتج ده، انه طقس وانهي بيئه تستحمل المنتج ده وينتج اكتر. يعني انتج مثلا هزرع نخيل، هزرعه فين وافضل وينتج اكتر ولا لا؟ ازرع المانجا والفاكهه والبرتقال، ازرعه فين وينتج اكتر؟ يعني يبقى عنده ثقافه ان هو يتماشى مع الجانب البيئي، يبقى دراسته مستحدثه باستمرار، التكنولوجيا المتقدمه واستحداث في مجال الزراعه، إضافة جانب الندوات والمؤتمرات اللي يتم انعقادها بشكل مستمر في الأماكن أو الجهات المخصصة بالاهتمام الزراعي، ورفع التوصيات للجهات المسؤولة عشان يبقى في قراءة مستحدثة باستمرار بكل ما هو جديد في مجال الإيه؟ في مجال الزراعة. فتح طبعا أسواق خارجية وتنمية القطاع بصفة عامة كإنتاج وعملية والتسويق. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور، نورتني. شكرا جزيلا دكتور طه رمضان، خبير دراسات الجدوى. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا لأسرة القناة، وشكرا لكل المستمعين والمشاهدين. شكرا. مشاهدينا، أتمنى لحضراتكم كل الصحة وكل العافية، وإن دايما نبقى متقدمين، ودايما كل يوم يا رب أكون فيه على الهوا كده يكون فيه افتتاحات جديدة ومشروعات جديدة تفيد البلد وتخدم مصر، وتخلينا دايما يا رب أقوى بإذن الله. طول ما احنا مع بعض وإيدنا واحدة واقتصادنا قوي واقفين ورا رئيسنا وجيشنا وحكومتنا وشرطتنا، أكيد هنبقى أقوى بإذن الله. خلصت فقرات ساعة صبحية النهاردة، بكرة إن شاء الله هيكون معاكم فقرات جديدة مع فريق عمل جديد. أما النهاردة تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.